محمد عوض غطاس ومدير احد مراكز الغطس بالبحر الاحمر. محمد، كونك غطاس زمان كنتوا بتقولوا لنا، او الغطاسين كانوا بيقولوا لنا، احنا كنا بنعوم جنب الشاركس، كنا بنعوم جنب اسماك القرش، ماذا حدث؟ وما زال يا فندم حضرتك برضو احنا بنعمل كده في مرسى علم وفي الغردقه، بس هو الغردقه المفروض ما فيهاش عدد كبير زي مرسى علم. يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل لحضرتك وعامه مع الغطاسين ما فيش اي مشكله، يعني لا لا، انت حضرتك ما سمعناش حادث قبل كده مع غطاس هي قرش، ملهاش يعني ما علاقة حصلش. بغطاس ولا مش غطاس، هو إنسان في النهاية يعني. لا لا حضرتك، بس عشان هو عنده مع الغطاسين تحت، انما اللي بيعمل سنوركلينج بالماسك وبالزعانف بس بيبقى على السطح، على سطح الميه. أيوة، إيه يعني سؤالي، إيه اللي اتغير في البيئة؟ أنت في رأيك لماذا هذا، إيه اللي حصل؟ لماذا تغيرت البيئة؟ بعض السلوكيات يا فندم، طبعا حضرتك يعني المراكب بترمي الحاجات النافقه، وعندك بعض التجاوزات يعني القليله جدا جدا من الناس اللي بيرموا شويه حاجات في الميه، لكن الحوادث عندنا مش كتير. الكلام بقى اللي منتشر على السوشيال ميديا، لما تقابل القرش ما اعرفش يعمل ايه واجري ازاي، يعني بصراحة كلام لا كلام غير منطقي حضرتك يا فندم، طبعا هو صعب جدا، انما كغطاسين انا بتكلم كغطس، يعني حضرتك ما فيش مشكله مع الغطاسين، ايوه، بس المشكله ما هو كلها مع ال... ما... طب ما الناس بتنزل البحر، الناس كلها مش غطاسين، السياح والمواطنين العادي بينزلوا يعوموا. حضرتك يا فندم احنا ما عندناش، يعني حضرتك في السنين دي كلها 3 حوادث، واحده شرم الشيخ واثنين الغردقه، يعني لا يذكر. طيب يعني احنا ما زال عندنا ما عندناش اي مشاكل، مش كل الاماكن فيها، وكل الاماكن دلوقتي الفنادق عامله للسياح شبك على كل البيتشات، كلها عامله شبك ان السومنج اريا للناس تعوم فيها، ما فيهاش اي مشكله ولا خطوره. شكرا استاذ محمد عوض، مدير احد مراكز الغطس بالبحر الاحمر.